الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياه هذا وصف اخر الوصف الاول الذي بيده الملك تمام الملك وتمام الملك الذي خلق الموت والحياة تمام القدرة ربنا سبحانه خلق كل شيء من جملة ما خلق خلق الموت والحياة لكن الموت والحياة هي أعراض هذه ليست ذوات ليست أجساما فما معنى الله خلقها لأنه خلق كل شيء ولكن عندما ربنا سبحانه يقول إنه خلق أعراضا هذا تفهم منه أنه خلق الذات التي تكون فيها يتجلى في هذا العرض خلق الموت الموت هذا هذا ليس جثة نراها لكنه معنى عرض يعرض لك الحياة عرض يعرض لك فلما ذكر ربنا أنه خلق ما يعرض تفهم أنت أنه خلق أيضا الذات التي يعرض فيها هذا العرض وهو هذا البشر. خلق الموت والحياة. ولماذا وأنا قلت لكم ربنا خلق كل شيء. لماذا ينص على الموت والحياة؟ فقط. لأنها لأن الموت والحياة أعظم ما يعرض للإنسان. أعظم ما يعرض له في وجوده. هما 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 هذان الموت والحياة. الحياة التي يبرز بها الوجود. والموت والذي الذي يخرج به من الوجود اعظم ما يعرض له الموت والحياه الذي خلق الموت والحياه لكن لماذا قدم الموت؟ مع ان الحياه اسبق لله الموت عاقب لماذا لم يقول الذي خلق الحياه والموت؟ انت حي اولا ولا لا لا من زعم انك حي اولا؟ اليس ربنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم فانت مسبوق بالموت وحتى لما جئت الى الحياه كنت ميتا قبل ان تنفخ فيك الروح كنت نطفه ميته ثم صرت علاقة ميته ثم صرت مضغه ميته فالموت سبقت ب انت انت بعضك ميت قبل ان تكون حيا فيفهم ان تقدم ان يقدم الموت. ثم عندك شيء سبب اخر ايضا. لان الموت اعظم داعيه للعمل من الحياه. دواعي الناس الذي الشيء الذي يدعو الناس الى احسان العمل في الحياه. هو جعلهم الموت نصب اعينهم مهما كان الموت حاضرا عندك. والموت ليس فناء محضا. ولكنه يعني شان له ما بعده من الشؤون فمن كان حاضر هذا في الذهن كان الباعث الى العمل عنده قويا ولا لا؟ فلما كان الموت اعظم داعيه الى العمل الى احسان العمل قدمه الذي خلق الموت لان هذا الموت هو الذي يجعلك انت تحسن العمل تعرف انك ستموت. ومهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات. لماذا تكثر ذكره؟ لماذا؟ لانه يحملك على احسان العمل يحملك على صيام النوافل وعلى قيام الليل وعلى الصدقه وعلى اعانه الفقير وعلى التصدق بفضل جاهك على من لا جاه عنده والتصدق بفضل مالك على من لا وزكاه و... يعني اشياء يحملك عليها. وذلك عندما تحضر جنازه يكون تأثرك بها أعظم من تأثرك بعرس مثلا أو بولادة مثلا ما يكون سببا في المو في الحياة تأثيره عليك ليس كما كتأثير ما يكون سببا في الموت الذي خلق الموت والحياة ولماذا خلقهما ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا يختبرنا ربنا أينا أحسن عملا أينا عمله أحسن ولم يقل ربنا أينا عمله أكثر إذا اجتمع الحسن والكثرة فهذا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كافر مفلس لكن مؤمن وغني ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع فالإحسان حسن العمل وكثرته هذا كما, كما صنع أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا الذي صنعه حسن فاجتمع له الحسن والكثرة وفعل ذلك مرتين يوم الهجرة ويوم العسرة وأنتم تعلمون أن العمل الحسن مجتمع فيه شرطان الشرط الأول إخلاص والشرط الثاني إصابة السنة وقع الحافر على الحافر حا وقع حافر عملك على حافر السنة أن يجيء أثرك فوق أثر السنة فإذا كان عملك وقع حافرك على الحافر لكن فقدت الإخلاص كان عملك جثة لا روح فيها وإذا وجد الإخلاص ولم يجد الموافقة لم يكن صائبا يبلوكم أيكم أحسن عملا ولكن هناك ايضا عندما تقول يبلوكم ايكم احسن عملا فيلزمونهم مقابله وايكم اسوا عملا ولا لا بالابتلاء يظهر صاحب العمل الاحسن وصاحب العمل الاسوا ليبلوكم ايكم احسن عمل وايكم اسوا عملا لابد من هذه المقابله ويدل على هذه المقابله قوله سبحانه وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور ما معنى العزيز الشديد القوي سبحانه الذي لا يغالب لا يغلبه غلاب زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب غالب سبحانه ولكن هذا وصف العزة وصف الغلبة هذا فيه تهديد ها؟ هذا ينبئ بقهر فهذا ما هذا حظ سيء العمل هو العزيز هذا كان ايماء الى ذلك الذي ابتلي فوجد عمله سيئا الغفور حظ الذي ابتلي فوجد عمله صالحا لانه وان كان من الصالحين لا بد من وجود الفلتات لا بد من وجود السقطات هو سبحانه غفور لهذا الذي ابتلي فوجد عمله حسنا وغفور له عزيز على الاخر نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ستلسي.